حياكم الله في حلقة جديدة من تصوير الأطعمة بالموبايل. الحين كل شركات الموبايلات ماخذين موضوع تطور الكاميرا بشكل جاد أكثر، وحتى الابليكيشنز. إذا للحين ما نزلتوا ابليكيشن لايت روم، سووا بوز الفيديو وروحوا الاب ستور، نزلوا البرنامج ورجعوا لنا عشان نبتدي. أول شيء راح نفتح برنامج لايت روم، بعدين نضغط على آيكون الكاميرا، بعدين لازم ننظف كاميرا التلفون لأن ساعات نتكلم في التلفون وصبعنا يكون على العدسة وتتوسخ. بعدها نضغط على العلامة تحت ونختار بروفيشنال. أهم شيء تغيرون الفايل فورمات من فوق لـ DNG. البروفيشنال بيعطيكم حرية أكثر أن أنتوا تتحكمون في إعدادات الكاميرا. الحين بنتكلم عن الأشياء اللي موجودة تحت بشكل سريع. أول شيء عندكم الإكسبوجر، إذا وديتوا على اليمين تزيد الإضاءة، وإذا وديتوا على اليسار تقل الإضاءة. الحين بشوف المكان المناسب حق هذه الصورة. لاحظت أن فيه انعكاس خفيف، فحطيت الدفيوزر مالي عند الدريشة. استعملت قاعدة المثلث حق هذه الصورة، وحين لازم أرجع أعدل الإكسبوجر لأن حطيت الدفيوزر والإضاءة ممكن تختلف. بعدين أضبط الشتر سبيد بطريقة أن هزة يدي ما تخرب على جودة الصورة. بعدين عندي الآيسو حطيته على 100. بعدين عندكم المربع اللي فيه الزائد، المناطق اللي تتلون بلون الأخضر تكون in focus والباقي يكون out of focus. هذه أول صورة طلعنا فيها. الحين بنجرب نرتب العناصر عشان ناخذ صورة من فوق. طبعا لازم نرجع نعدل الفوكس. هذه نتيجة الصورة الثانية. الحين وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أعرف إذا قلت لكم طقوا لايك وكومنت وسيف وشير، طبيعة الإنسان يحب العاند، أنا واحدة من هاي الناس. بس إذا عجبكم الفيديو أنا ليش أطلب منكم هاي الشيء؟ لأن في النهاية أنا أقدر أعرف إن هاي الكونتنت أو ذي الحلقة عجبتكم، فأقدر أكثر من هذه المواضيع وأدش أعمق في هذه المواضيع. فلا تنسون طقوا لايك كومنت سيف وشير إذا عجبكم الموضوع، ولا تنسون تشاركونا إبداعاتكم في هاشتاج مريم عبد الغفار. نشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة.